وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري أديب العلاوي. سيد أديب، مرحبا بك معنا. أهلا بكم، حياكم المشاهدين. حياكم الله. بماذا نفسر إصرار النظام وحلفائه على الاستمرار في قصف المدنيين في تلك المناطق حتى الآن؟ بالنسبة لقصف المدنيين، يعني هذا ما تفعله روسيا والميليشيات الإيرانية والنظام منذ بداية الثورة وحتى الآن، يعني القتال على الجبهات بنسبة 10% وقصف المدنيين بنسبة 90%، وهذا ما قلناه على يعني أكثر من مرة على قناتكم الكريمة وعلى كل القنوات. عندما نلاحظ أن النظام وهو الطيران الروسي يقوم بقصف المشافي، يقوم بقصف المدارس، يقوم بقصف المستشفيات، بقصف المساجد، هذا دليل على أن يعني الحقد الروسي واللؤم الممنهج لدى الميليشيات الإيرانية ولدى النظام يحاولون هم قتل الشعب السوري وليس التقدم على بقية الجبهات. هل تطبيق هذه السياسة الأرض المحروقة للضغط على المعارضة التي يبدو أنها تمتلك سلاحا جديدا أو تتقدم في الآونة الأخيرة؟ للأسف الشديد روسيا والنظام والميليشيات الموالية لها ليس لديها خطة يعني عسكرية للقتال لهؤلاء الثوار المجاهدين يعني الذين باعوا أنفسهم للوطن ولله. ليس لدى روسيا خطة إلا أن تقوم بسياسة غروزي كما سميت وسياسة الأرض المحروقة، وبالتالي هم يقومون بقصف المدنيين على كافة الأصعدة واستخدام سياسة الأرض المحروقة واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا من أجل القتل الجماعي للعدد الأكبر من المواطنين المدنيين السوريين، وليس من أجل يعني ليس القصف على الفصائل العسكرية التي تقاتلهم، بل على العكس تماما، هم يقصفون الحاضنة الشعبية، يقصفون التجمعات السكانية للقضاء على الشعب السوري وعلى المدنيين السوريين، وليس للتقدم أو حتى لتحقيق يعني نصر في المعارك البرية الحاصلة التي الحقيقة أثبت الثوار بأنهم دعروا النظام يعني والميليشيات الروسية، بالرغم من أن هناك أكثر من 2000 طلعة جوية تقوم بها روسيا تقصف فيها المدنيين وتقصف الجبهات، ومع ذلك الثوار صامدون صابرون، استطاعوا امتصاص هذه الهجمة الشرسة ولا يزالون في حالة تقدم، وإن شاء الله غدا سيكون أفضل من اليوم. يعني أنت تعتقد أن المعارضة المسلحة تحقق نجاحات كبيرة وتقدم على أرض الواقع؟ الحقيقة كان هناك خطة محكمة، يعني عندما تم تحرير كفرنبودب منذ حوالي 10 أيام كان هناك رسالة سياسية وعسكرية بأن الثوار قادرين على استعادة كل النقاط التي يعني تم التقدم إليها من قبل قوات النظام من خلال التغطية الجوية والقصف الروسي وسياسة الأرض المحروقة، فاستعاد الثوار هذه المناطق ويستطيعون التقدم أكثر. لكن على ما يبدو أن روسيا حاولت أن تلعب لعبة كسر العظم وحاولت أن تقوم بزج قوى أخرى محاولة التقدم في هذه المناطق وتوغل في المناطق المحررة والمناطق التي اتفق بين روسيا وتركيا على أنها منطقة منزوة السلاح، منطقة عادلة، منطقة يعني معترف فيها دوليا بأن هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة آمنة. وبالتالي عندما يعني الروس يعني خانوا الاتفاق سوتشي وخانوا الاتفاقات التي حصلت في أستانا، كان هناك رد آخر ورسالة أخرى. الرسالة الثانية وصلتهم اليوم بأن يعني الحقيقة الثوار قادرين على قلب الطاولة ولأكثر من مرة، ودعني أقول نقطة هامة جدا، أنه إذا أرادت الحقيقة تركيا أن ترسل الرسالة الأهم إلى روسيا فيجب فتح المحاور الأخرى. إذا ما تم فتح محور جبل التركمان والأكراد، وإذا ما تم فتح محور باتجاه من الباب باتجاه تادف وباتجاه القوى الأخرى باتجاه ريف حلب، دعني أقول أن الروس سيكون وضعهم سيء جدا وضيق للغاية، بالرغم من الحالة السيئة التي وصلوا إليها اليوم، لكن سيكون أسوأ إذا ما فتحت جبهات أخرى.
هل تعتقد سيد أديب أن امتلاك المعارضة لسلاح جديد نوعي إلى حد ما أحدث فرقا في أدائها في الميدان؟ يا سيدي، ما هو هذا السلاح النوعي الذي يعني لدى الثوار؟ الثوار يمتلكون التاو منذ يعني السنة الأولى أو السنة الثانية من الثورة. التاو موجود لدى الثوار، لكن دعني أقول أن يعني اليوم تم دعمهم بكميات أكبر، بحيث أنهم أصبحوا الآن يستطيعون أن يقصفوا أو يعني أي سيارة تتحرك أو آلية يمكن قصفها بوسط صاروخ التاو. كان الثوار يعني حرصا منهم على الاقتصاد في الوسائط والقوى أن لا يقوموا بقصف يعني السيارات بصواريخ التاو، لكن الآن يستطيعون قصف حتى أي آلية متحركة بصاروخ التاو، لأنه الآن متوفر صاروخ التاو بدعم تركي. هذا السلاح لا أستطيع أن أقول أنه سلاح نوعي. السلاح النوعي إذا كان هناك مضادات الطائرات، مضادات حقيقية يعني تصل إلى مدى 5 و6 كيلومتر، تمنع الطيران من التغطية الجوية لكان الطيران الروسي، وبالتالي يكون المعركة البرية هي الحاسمة. وأعتقد أن الثوار قادرين على حسمها والوصول إلى مدينة حماة. أخيرا، فيما يتعلق بموقف المجتمع الدولي والتصريحات التي تابعناها من ترامب ومن الرئيس الفرنسي، هل تعتقد أن الموقف المجتمع الدولي سيتوقف عند هذا الحد أم أن هناك تحركا قد يكون أكبر من ذلك؟ يا سيدي، للأسف الشديد الموقف المجتمع الدولي موقف ميت يعني أو يعني شبه ميت. لا يوجد موقف للمجتمع الدولي. المجتمع الدولي كله في حالة يعني ترقب، في حالة انتظار، في حالة يعني يتفرجون على ما يحصل من مأساة سوريا، على هذه التغريبة الحقيقة الجديدة، على هذا التهجير. أكثر من 500,000 يعني مواطن تم تهجيرهم من قراهم في شهر فضيل، في شهر رمضان، يعني منذ أكثر من 50 يوم والقصف على هذه القرى. المجتمع الدولي يتفرج، الأمم المتحدة تتفرج، وحتى يعني الولايات المتحدة الأمريكية التي يقال بأن أصبح لها موقف متقدم قليلا عن أوروبا. دعني أقول أنه ليس يعني لسواد عيون الثوار السوريين، لكن هو يعني نكاية في روسيا التي تمادت في القتل، تمادت في قتل المدنيين. الخبير العسكري السوري من الريحانية السيد أديب العليوي، شكرا جزيلا لك.